أغلاط أو نعم. عدم سوء إدارة، مجموعة عوامل نعم. هي اللي أدت إلى تراجع الرئيسي برأيك الفني للمنتخب أو للأندية الأردنية. نعم. طيب دعنا الآن نتوجه إلى موضوع الفيصلي. نادي الفيصلي تعرض إلى عقوبات كبيرة جدا، نسمع منك حول هذه العقوبات برأيك، وتشرح للمشاهدين طبيعة هذه العقوبات. يا سيدي بداية خلينا نلخص الموضوع، أنه إحنا شاركنا في البطولة العربية التي أقيمت في مصر. تمام. وصلنا للمباراة النهائية عن جدارة، وقد كنا ند قوي لكافة الأندية المشاركة في هذه البطولة. بعض الأحداث جرت في المباراة النهائية كانت نتيجة لأخطاء تحكيمية، الكل شاهد هذه الأخطاء. بعد المباراة خسرنا وصارت أحداث مؤسفة لا أحد يرضى عليها، سواء كان في الأردن في النادي الفيصلي أو في الاتحاد الأردني أو إحنا كأردنيين جميعا. صدرت العقوبات من قبل الاتحاد الدولي الاتحاد العربي بإيقاف عدة لاعبين، خمس لاعبين وإداري فريق لمدة عام كامل، ومع غرامات مالية أوقعت عليهم. وكان هذا قرار الاتحاد العربي، وأرسل إلى الاتحاد الآسيوي وتمت مصادقته من قبل الاتحاد الآسيوي. ماذا يعني مصادقته من الاتحاد الآسيوي؟ هو توسيع نطاق عدم المشاركة اللاعبين والنادي الفيصلي في البطولات الآسيوية. هل هذه مؤامرة علينا بصراحة؟ إذا تسمح لي بس أعقب على كلام أخي.